حبيبي يعني صدري كنافة من قد ما أنا كل يوم يوم على أبراب الليل بحلم إني بقطع كنافة. أنا بنبسط لما بكون عبي صحون كنافة وأطعم الناس حواليها الناس وجميع الملل اللي بتيجينا جروبات إلي في هاي المهنة من محل هذا محل الحلويات هون حلويات القطة إلي حوالي 25 سنة من هو عمري 12 سنة وأنا بهاي الصنعة يعني إذا بحاول أشتغل شغلة ثانية ولي بعرفش إلا أتحرك. كنافة ناعمة بقولوا لها النابلسيين نطحين جبنة مية سكر سمنة هذا بنحط فيها كنافة هذه بأيام الزيتون بنلحق اشتي عباية خبز كونوا سارحين بالزيتون بدهم ياكلوا كنافة بخبز مشان نعطيهم نشاط سعرات حرارية وجبة كاملة يعني وجبة حلوة هذه فطور غدا سكر